الرئيس السيسي يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية. خلال مشاركته في قمة الثيكاد، مدبولي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لإفريقيا. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يزور مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة والمعادي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤولي المحافظة والأحياء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس السيسي بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتداد لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة به. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر. أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية الأفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة. وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية. بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر بدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما اطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب، تلبية لتطلعات الجانبين.
السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية. كما أشار مدبولي إلى وجود عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولا، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. ثانيا، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رئيس الوزراء أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا. كما أشار مدبولي إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية وزيادة التمويل الدولي المتاح للدول الأفريقية. تبرز قضية تغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهامة التي تتطلب تكاتفا دوليا، ومن هذا المنطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر COP27 على إعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية في هذا الصدد، ونتطلع إلى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولي الهام. كان الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد استقبلا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تكاد ثمانية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب الرئيس التونسي عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في القمة، فيما وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنيا لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار. كما التقى رئيس الوزراء على هامش مؤتمر تيكاد 8 أيضا بالسيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما بعد موافقة مصر على وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصر، وأشاد مدبولي بتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، مشيرا إلى متابعته للتقدم المحرز لكافة المشروعات التي تتم بالشراكة مع البرنامج. وأكد رئيس الوزراء أن من ضمن البرامج التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة تهميش وفقر المرأة الريفية، مشيرا إلى ما تنوي الحكومة طرحه من مشروعات وقوانين لمكافحة ظواهر زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال. من جانبه أشاد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنها من المشروعات شديدة الأهمية ومن الضروري أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من آليات تنفيذها.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع إلى قيام اليابان بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على هامش مشاركة مدبولي في فعاليات قمة تيكات 8. وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص الياباني يمكنه ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكدا تقدير مصر للدعم المقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري كبير. ومن جانبه أشار كيشيدا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية في مصر، مؤكدا أن طوكيو ستواصل تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوفد القيادات التنفيذية لشركة تويوتا تسوشو اليابانية على هامش مشاركته في فعاليات القمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8. وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى توقيع الشركة خلال الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء. من جانبه أعرب وفد القيادات التنفيذية لتويوتا عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيرين إلى المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس. يحمل التعاون الأفريقي الياباني العديد من الإيجابيات على أصعدة مختلفة. يأتي ذلك فيما تعقد دول القارة الأفريقية آمالا كبيرة بأن تسهم المشروعات التنموية التي تشارك بها اليابان من خلال الدعم والتمويل في تحقيق النهضة التنموية المنشودة بقارة السمراء. اليابان وإفريقيا طرفا معادلة تحمل بين طياتها آمالاً بتحويل مقاومات القارة السمراء عبر الدعم والتمويل الياباني إلى نهضة تنموية تفيد الجانبين. لمصر دور فاعل في قمم تيكاد، كونها تحمل على عاتقها هموم وطموحات القارة السمراء من ناحية، إلى جانب العلاقات الثنائية الوطيدة بين القاهرة وطوكيو من ناحية أخرى. وإيماناً بالدور المصري، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي بافتتاح القمة 7 لمؤتمر طوكيو الدولي 7 للتنمية الإفريقية تيكاد 7، والتي عقدت باليابان عام 2019. الشراكة الثلاثية بين مصر وإفريقيا واليابان تعتبر آلية مستقرة للتعاون الإفريقي الياباني، حيث تمكنت اليابان من توجيه مساعداتها الفنية والمالية لدول القارة من خلال البوابة المصرية عبر توفير التمويل والمساعدات اللازمة لنقل الخبرات المصرية واليابانية للدول الإفريقية. طوكيو تؤمن كذلك بأن مصر تلعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دوراً هاماً في تعزيز دور تيكاد، حيث تحظى مصر بعلاقات وطيدة وثقة متبادلة مع أشقائها الأفارقة، ما يجعلها نافذة للتنمية ونقل الخبرات لدول القارة. كما أن اليابان ترى في مصر خلال السنوات الماضية نموذجاً يقدم إلى دول القارة باتباع خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى. انعقاد القمة 8 لتيكاد بتونس تأتي وسط ظرف دولي بالغ التعقيد، حيث يهيمن على القارة الإفريقية تأثيرات أزمات إقليمية، منها أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ، والتي لم تأثم يد القارة فيها، لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمناً باهظاً ما يتطلب دعماً فعلياً على الأرض من دول العالم المتقدم. We'll be right back.
قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أداء لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل مهمتها في القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي. واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. نفذت القوة البحرية تدريبا عابرا مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية والتي استمرت لعدة أيام. وبدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها، إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، في حين تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذه المجالات، ما يسهم في دعم الأمن البحري والاستقرار. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب. استمرت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واستمرت فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها
واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة. كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب. كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض JTAC والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة. قد أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة. وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيداً بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجهاً الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العالمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب. تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكورا وإناثا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو الثانوية الأزهرية علمي لتكون 55% بدلا من 60% من المجموع الكلي، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة، في ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة. هذا ويستمر سحب الملفات حتى 14 سبتمبر المقبل. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين والذي تم الإعلان عنه في مارس 2021، أنشأت القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوي بايو بنك أوتوماتيكيا بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة. وتتمثل أهمية البنك الحيوي في قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، مما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها. ويأتي هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة.
مرحبا بكم مجددا. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 25 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 68 طنا. وأما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 10 أطنان أسمنت. في مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وإلى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية حيث تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية. استضافت وزارة الداخلية براعم وشباب منطقة بشاير الخير بالإسكندرية وأسرهم بنادي الشرطة لقضاء يوم ترفيهي ورياضي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة الفئات وخاصة قاطني المناطق الحضرية الجديدة. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا أسيب الناس كده أبدا. هي بعيا لينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجه والفرحه عليهم وغيرنا حياتهم وحياه ابنائهم. هي بدايه لينا، هي بدايه جديده، حياه لينا، حياه كريمه، مصر جديده بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشفنا بعينينا وبكره طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل احلامنا، حياتي فرقت كتير، المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه حقق لنا امنياتنا، مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى الاحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم، في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشائر جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشاير الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية.
طريق هي بداية لينا. فرحانة قوي عشان كنت ما كنتش احلم ان انا اجي لك المكان ده هوت وهم جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سلة وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطة. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. أول مرة نعمل كده أصلا في حياتنا. الشكر مش كفاية للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده من أول البشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أقاكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. وبشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. يوم ترفيهي ورياضي كبير أقامته وزارة الداخلية لقاطني منطقة بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات والتي تحرص الدولة على إقامتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة الليبية وفاة 12 شخص وإصابة 87 آخرين جراء الاشتباكات التي اندلعت بالعاصمة طرابلس. وأكدت الصحة الليبية تعرض مستشفياتها العامة والمراكز الصحية للقصف والاستهداف بمدينة طرابلس منذ ساعات الفجر الأولى. ودعت الوزارة إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة، خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في العاصمة طرابلس. كما أدانت الصحة الليبية منع فرق الإنقاذ من الوصول إلى مناطق الاشتباكات لإسعاف المصابين. وكانت الاشتباكات قد اندلعت وسط المدينة بينما سارع بعض الأهالي للخروج من منازلهم للابتعاد عن مصادر النيران. أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن رئيس المجلس محمد المنيفي قطع زيارته إلى تونس عائدا إلى العاصمة طرابلس على خلفية اندلاع الاشتباكات بطرابلس. وقدم رئيس المجلس الرئاسي اعتذاره للرئيس التونسي قيس سعيد عن قطع جدول زيارته. وكان المنيفي والوفد المرافق له قد توجه إلى العاصمة تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا أتيكاد.
أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في جميع أحياء المدينة. وشددت حكومة الوحدة الوطنية على وقوفها مع الشعب الليبي عامة وسكان طرابلس على وجه الخصوص للخروج من هذه الأزمة نحو الاستقرار والأمان، مؤكدة أنها لن تتراجع عن تحملها مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها وحفظ أمنه واستقراره، فيما استنكرت رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي بشاغة المبادرة السياسية التي تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية، مشيرة إلى رفض حكومة بشاغة في آخر لحظة هذا التفاوض بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها. نفى المكتب الإعلامي للحكومة المعينة من مجلس النواب الليبي ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة بخصوص رفض المفاوضات. وبينما قال المكتب الإعلامي في بيان إن رئيس الحكومة المكلف فتحي بشاغة رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا دون أي استجابة من حكومة دبيبة، وأشار إلى أن حكومة دبيبة متشبسة بالسلطة، وهو ما زاد من تدهور الوضع السياسي في البلاد. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والقصف العشوائي في الأحياء المأهولة بالسكان في طرابلس. وفي بيان لها دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقع الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانا من أجل شراكة متجددة. وينص إعلان الجزائر على رغبة البلدين في افتتاح حقبة جديدة وتبني مقاربة ملموسة وبناءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب. كما تضمن الإعلان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون من بينها التعليم والصحة والرياضة. هذا ومن المقرر أن تنشئ باريس والجزائر بناء على الإعلان مجلسا أعلى للتعاون على مستوى الرئيسين من أجل تعزيز مشاورتهما السياسية. وعقب التوقيع قال تبون إن الزيارة الناجحة لماكرون أتاحت تقاربا لم يكن ممكنا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مستقبل يهم الطرفين. بينما اعتبر الرئيس الفرنسي أن إعلان الجزائر سيتيح تعزيز العلاقة المتقاربة من خلال إجراء حوار دائم حول جميع الملفات. أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف غارة جوية استهدفت إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنها أصابت دار حضانة وتسببت في مقتل وإصابة العديد من الأطفال. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاترين راسل إن الأطفال دفعوا مرة أخرى ثمنا باهظا لتصعيد العنف في شمال إثيوبيا، لافتة إلى أنه ومنذ ما يقرب من عامين يعاني الأطفال وعائلاتهم في تيغراي من أهوال هذا النزاع. وافق مجلس النواب التشيكي على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي نيتو. وكانت السويد وفنلندا قد امتنعتا عن السعي للحصول على عضوية النيتو لعقود طويلة، إلا أن الأزمة الأوكرانية دفعت الأغلبية في البلدين للموافقة على الانضمام لحلف النيتو. هذا ومن المتوقع أن تصدق جمهورية التشيك على قبول الدولتين في التحالف العسكري الغربي في المستقبل القريب. أبرتوسمس
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال إنه سيتم السماح للبحارة التجاريين بمغادرة أوكرانيا إذا حصلوا على موافقة الهيئة الإدارية العسكرية المحلية، في خطوة قد تسهل عملية شحن الحبوب من مواني البلاد. ومن المرجح أن يخفف القرار نقصا في البحارة القادرين والمستعدين للعمل في السفن القادمة من أوكرانيا وإليها لتصدير الحبوب عبر ممر تم فتحه بوساطة دولية. هذا ويتم إلى حد كبير منع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة أوكرانيا بموجب حالة الأحكام العرفية المفروضة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد العملية العسكرية الروسية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. ويأتي ذلك في إطار تبادل الاتهامات ما بين روسيا وأوكرانيا بالمسؤولية عن قصف محيط محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا، مما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل إعادتها للعمل بعد ذلك بساعات. حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر انتشار مواد مشعة. وقالت شركة إنرجيو أتوم الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرارا موقع المحطة، مشيرة لأن ثمة مخاطر من تسرب هيدروجيني وانتشار المواد المشعة، ومؤكدة في الوقت نفسه على وجود مخاطر كبيرة باندلاع حريق بالموقع. أعلنت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني أن قوتها تمكنت من القضاء على 24 جنديا روسيا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة خرسون. وأوضح الجيش الأوكراني أن طيرانه التكتيكي تمكن من إصابة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في خرسون، فضلا عن استهداف كميات من المعدات ومجموعة من القوى الروسية العاملة في المنطقة. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. البنك الدولي يشدد على ضرورة توجه العالم لزيادة الإنتاج ويحذر من تعرض الاقتصاد العالمي لركود تضخمي. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي ربما يظل عالقا في مستنقع ركود تضخمي لبعض الوقت ما لم تستطع الاقتصادات الكبرى زيادة الإنتاج بصورة هائلة. وأشار مالباس إلى أن ما يثير القلق هو أن الأوضاع تدهورت عن التوقعات المنخفضة فعليا، خاصة في أوروبا التي تواجه أزمة في شراء الغاز الطبيعي. هذا وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة، وحذر من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون على شفا الدخول في ركود كبير. قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاك إن الركود في منطقة اليورو مرجح للغاية، مشددا على ضرورة قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو إلى الصفر، ويتم تسعير خطوة مماثلة في 8 سبتمبر، لكن بعض صانعي السياسة بدأوا يتحدثون عن زيادة أكبر مع تدهور توقعات التضخم. هذا ويواجه الاتحاد الأوروبي ركودا يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي غدتها الأزمة الأوكرانية. قالت هيئة الرقابة البريطانية أن فواتير الطاقة ستقفز بنسبة 80% بما يعادل نحو 3549 جنيها استرليني سنويا اعتبارا من أكتوبر المقبل، ما يعرض ملايين الأسر للمعاناة من شح الوقود، كما يعرض الشركات للخطر ما لم تتدخل الحكومة. وأضافت الهيئة أن الارتفاع سيكون له تأثير هائل على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تحدث زيادة أخرى في يناير، حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها إلى خنق الإمدادات الأوروبية، وهو ما دفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.
قامت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأعمال إعادة إحلال وتجديد منزل آيل السقوط لسيدة بإحدى قرى محافظة سوهاج. وتقوم المبادرة حاليا بتجهيز بعض المساعدات لدعم الأسرة، خاصة وأن الأم مريضة وتعول أسرتها ولا يتجاوز دخلها 350 جنيه شهريا. وصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي أن المديرية نفذت 4 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو الماضي، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 6192 حالة. أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق من الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقرر أن تجرى في 4 سبتمبر المقبل. وجاء الحكم في ضوء الدعاوى المقامة من أحد المحامين والذي طلب فيها باستبعاد عاشور والزيات بدعوى مخالفتهما شروط الترشح المقررة ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات. والآن نتحول مع حضرتكم إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، تقدمها لنا الزميلة آية كفوري. شكرا فاطمة وشكرا سحر، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعا قوميا يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة. وخلال جولته بمقر الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار الوزير إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تسهم في الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين منظومة الخدمة المقدمة لمجتمع الأعمال. وفي أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب مع ترقب للمستثمرين سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم ليسجل المعدن الأصفر 2757 دولارا و99 سنتا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، في حين لمس عيار 21 سار وصل اليوم إلى 1080 جنيها، وسجل عيار 24235 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8640 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة ننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بإشارات بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.66%، ووصل السعر اليوم إلى 100.99 دولار للبرميل. أيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 58%، ووصل السعر اليوم إلى 93.06 دولار للبرميل. أيضا امتدت الارتفاعات لأسعار المازوت وارتفعت عالميا بنسبة 1.29%، ووصل السعر اليوم إلى 3.93 دولار لكل لتر، في حين انخفض الغاز الطبيعي ووصل سعره اليوم إلى 9.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وانخفض بنسبة 84%.
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث استمر الاقتصاد في مواجهة اضطرابات إغلاقات كورونا والركود المستمر في قطاع العقارات. وأقل المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح في الفترة من يناير وإلى يوليو انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق. يأتي التراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي بالصين، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين. ذكرت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على تعزيز التعاون والتواصل في مجال سلاسل الإمداد عن طريق إنشاء كيان استشاري رفيع المستوى. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تعهدا أيضا بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات صناعية جديدة مثل صناعة الهيدروجين. كما دعت سول إلى إحراز تقدم فعلي في المفاوضات الاستثمارية المشتركة بين البلدين بموجب اتفاقية التجارة الحرة. قال وزير الخارجية المكسيكي إنه من المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة المحدثة مع المكسيك في وقت لاحق هذا العام. وأوضح المسؤول المكسيكي أن الانتهاء من العملية سيعتمد على الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤولين الأوروبيين أبلغوا بلاده بأنه من المحتمل حدوث ذلك في عام 2022. وتوقع وزير الخارجية المكسيكي موافقة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري على تحديث الاتفاقية المبرمة معهم بالفعل. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى سحر ناجي وفاطمة خليل. شكرا لك يا كافوري. حملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة بشاغة الدبيبة مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الدبيبة. في الأثناء توجهت وحدات من القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتح بشاغة إلى العاصمة طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك. وأكدت القوات الداعمة للحكومة الليبية المكلفة أن قوات حماية الدستور الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته قد انسحبت من مطار طرابلس وتوجهت إلى مدينة مصراتة، وأن قواتها تمكنت من السيطرة على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها. وأشارت أقوات الداعمة للحكومة المكلفة أن الاشتباكات اندلعت بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس. بهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية. مدبولي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لأفريقيا. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يزور مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة والمعادي. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.